اللي بين الفريقين نظير إعارة كرتابيا فتح مساحة مشروع الصدارة المستردة المستردة ما راح يضيع يا سلام هم متصدرين وأنت السبب الرئيسي كرتابيا كرتابيا نجم نجوم شباب الأهلي في دوري هذا الموسم يسجل 7 أهدافه ويعلن عن تقدم الفرسان في أول هجمة كرتابيا اللعيب كرتابيا اللي توقعها كرتابيا اللي تقدم كرتابيا اللي واصل كرتابيا الذي يرى المرمى كرتابيا الذي يعيد الصدارة للفرسان سريعاً في الدقيقة 6 على بداية المباراة حطها بعيدة في مرمى الهوتي في قمة حماسنا كرة أمامية أمامية يوري السلام الثاني للفرسان الثاني للفرسان الكرة والزعابي في المرمى والصدارة ضربة قاسية لشباب الأهلي في اللقطة الماضية يوري يوري وريهم مهارته يوري يتقدم يضعها في المرمى ويعلن عن تقدم شباب الأهلي بالهدف الثاني هدف الآن ممكن أن يؤكد الصدارة هدف ممكن أن يؤكد الصدارة شوف هذه الكرة بين كرتابيا والزعابي واعتقد الكرة الماضية أغلب الظن فيها أنها سليمة وبالتالي الاتحاد كلباء لا زال مصراً أحمد عامر يا سلام أحمد عامر يسجل لمصلحة اتحاد كلباء 8 أهدافه النمر له كلمة في هذه الليلة يتقدم ويسجل ويستحق ذلك 8 أهداف يا أحمد عامر تذكرنا بأيام عبد الكريم حسن وتذكرنا بأيام حسن سعيد وتذكرنا بأيام سيف سلطان وتذكرنا بأيام حلوة للكلباوية أحمد عامر وضعها في المرمى بصناعة عبد الله ديابي لتصبح النتيجة 2-1 وعطونا 10 دقائق الآن يا هي